تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية. الموضوع موجود على القناة في كوميونوتي من أجل الطباعة وإعادة حله. لا تنسوا الدخول على القناة، الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا نبدأ في حل الاختبار معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. الإنسان النظيف محبوب عند جميع الناس. إنسان نظيف يحبه جميع الناس. أحسنتم، صحيح. ليس لك الحق في اللعب والراحة. الطفل ليس له الحق في اللعب والراحة. أحسنتم، خطأ. لكل طفل الحق في اللعب والراحة. الحديقة العامة مكان للترفيه والتسلية. الحديقة العامة مكان للتسلية والترفيه. أحسنتم، صحيح. واصل. أنام في الليل متأخرا. في الليل أنام متأخرا. جيد، خطأ. أنام باكرا. كل صباح أذهب إلى المدرسة باكرا. جيد، صحيح. إذا نراجع. الإنسان النظيف محبوب عند جميع الناس. لكل طفل الحق في اللعب والراحة. ليس لك الحق، خطأ. حديقة العامة مكان للترفيه والتسلية، صحيح. أنام في الليل باكرا متأخرا، خطأ. وكل صباح أذهب إلى المدرسة باكرا. ننتقل إلى التمرين الثاني. اربط كل عبارة بالبطاقة المناسبة. نحن أطفال، الماء ضروري، التلميذ نجيب، ينظم أوقات راحته، لنا الحق في الراحة، للإنسان والحيوان والنبات. إذا نحن أطفال، أحسنتم، لنا الحق في الراحة. واصل. الماء ضروري لمن؟ جيد، للإنسان والحيوان والنبات. التلميذ النجيب ماذا يفعل؟ جيد، ينظم أوقات راحته. نراجع. نحن أطفال، لنا الحق في الراحة. الماء ضروري للإنسان والحيوان والنبات. والتلميذ النجيب ينظم أوقات راحته. التمرين الثالث. أكمل الفراغات بالكلمة المناسبة. يطالع، النجيب، التلفاز، أوقات. إذن لدينا الفقرة. التلميذ ينظم. التلميذ من هو التلميذ؟ أحسنتم، التلميذ النجيب. التلميذ النجيب ينظم. ماذا ينظم التلميذ النجيب؟ أحسنتم، ينظم أوقات راحته. التلميذ النجيب ينظم أوقات راحته. ماذا يفعل التلميذ النجيب؟ يلعب. ماذا كذلك؟ أحسنتم، يطالع. التلميذ النجيب يلعب، يطالع، يشاهد. ماذا يشاهد؟ أحسنتم، يشاهد التلفاز. يساعد عائلته، يتجول، يزور أقارب. كل هذه الأعمال يقوم بها التلميذ النجيب. إذا نراجع. التلميذ النجيب ينظم أوقات راحته، يلعب، يطالع، يشاهد التلفاز، يساعد عائلته، يتجول، وكذلك يزور أقاربه. الوضعية الإدماجية. بما أن المدرسة مكان للتربية والتعليم، لذلك يجب المحافظة على نظافتها. يجب المحافظة على نظافة المدرسة. اكتب لافتة تنصح فيها تلاميذ مدرستك بالمحافظة على نظافة المدرسة. إذا نكتب لافتة، ماذا نكتب مثلا؟ حافظوا على الماء، أو لا تكتبوا على الجدران والطاولات. كذلك يمكن أن نكتب لا ترموا الأوساخ في القسم. إذا نختار واحدة، لا ترموا الأوساخ في القسم.
المطلوب كتابة لافتة، يمكن كتابة أيضا لا تكتبوا على الجدران والطاولات، كذلك حافظوا على الماء، احنا اخترنا لا ترموا الأوساخ في القسم. وهكذا انتهينا من حل الاختبار، إلى اختبار القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.